بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. معاكم موجة مطبخ أم باسل. النهاردة رحت مهرجان الصيني بالكيلو في معرض شاهين، بس للأسف أنا ما كملتش علشان هما قالوا لي ممنوع التصوير. مش عارفة ليه ممنوع التصوير مع إنها هي حاجة عادية ومفروض حاجة يعني تبسطهم إن أنا بصور الحاجات دي عشان الناس كلها تشوفها وتيجي تشتري. فحتى هتشوفوا في الفيديو في الآخر كده إن واحد بيقول لي أستاذة ممنوع التصوير، عشان كده أنا مرضتش أكمل الفيديو او ما قدرتش اكمله. بصوا صورت لكم بعض مقتطفات كده بسيطه يعني في الاول اهو. ده طبق البيتزا حلو قوي، طبق حراري بيدخل الفرن، الواحد ب65 جنيه. بصوا في اشكال وحاجات جميله جدا، بصراحه عجبني جدا. يعني بتعملي فيه البيتزا على طول وبتدخليه ايه الفرن 65. ده بقى اللي هو البورسلين الكيلو ب49 جنيه. الالوان بقى يعني تنقي مثلا كذا طبق وتروحي توزنيهم زي ما طلعوا معاكي. بصوا في بقى اشكال والوان هناك، وفي سلاطين شوربه بقى وحاجات. فبصوا يعني هو الفيديو قصير جدا، ودي الحاجات اللي انا صورتها وكان نفسي اصور لكم اكتر من كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو لحقتوا المهرجان تروحوا. واسيبكم بقى عشان تسمعوا الجمله بتاع الاستاذ اللي قال لي ايه ممنوع التصوير. ما تنسوش بقى اللايك.